أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: عرض علينا أحد البنوك أن يعطينا سلعة وهي من الأرز أو غيره من السلع، بأن نأخذ منه كمية من الأرز بمبلغ ثم نرد هذا المبلغ على كل شهر في خلال عام أو أكثر، والزيادة عن كل عام 4.7 من قيمة هذه السلعة. وبالفعل أردنا أن نرى هذه السلعة، فقالوا: لو أردتم أن تأخذوها فلكم ذلك، وإن أردتم أن نبيعها لكم فعلنا. فهل هذا يعد بيعا بالتقسيط كما بيّنوا لنا، أم أن هذا الأمر فيه ربا؟ هذا ليس به ربا. إذا كان عندهم السلعة مملوكة لهم عندهم، اشتريتموها بثمن مؤجل على قسط أو على أقساط أكثر من الثمن الحال، لا بأس، هذا بيع وشراء، حل الله البيع حرم الربا، هذا بيع. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، زيادة الثمن من أجل التأجيل لا مانع منها، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه إذا كانت السلع موجودة عندهم، اشتريتموها، قبضتموها ونقلتموها من مكانهم، بعتموها في مكان آخر، استفدتم من ثمنها، ثم إذا حل الأجل تسددون للبنك، لا بأس بذلك، هذه معاملة صحيحة وليست ربا. نعم.